انا اول ما حصل الهجوم ده والله والله وربنا سبحانه وتعالى يشهد عليا، رحت للاستاذه منى زكي والاستاذ محمد شاكر خضير، قلت لهم انا عايز اقول لكم احنا السنه دي ان شاء الله بامر الله بامر الله احنا هننجح نجاح كبير قوي قوي قوي. قالوا لي طب بناء على ده احنا الناس بتشتمنا وبتاع، قلت لهم انا ده احساسي، احنا هننجح نجاح كبير جدا جدا، لان ما ينفعش حد يتعرض للظلم ده وربنا ما يطبطبش عليه، لان ده قانون، انا بحس ان ده قانون الكوكب، ان اللي بيتعرض لظلم ربنا سبحانه وتعالى بيجازيه خير، لازم يعوضه ولازم يفرحه، عشان هو ما عملش حاجه عشان يتظلم، ما عملش حاجه عشان يتشتم، ما عملش حاجه عشان يعني يخاض فيه بالشكل ده، فربنا سبحانه وتعالى احن واكرم يعني. بس مقتنع بوجود لجان الدكتور؟ اه طبعا 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 طبعا، والموضوع مصنوع طبعا طبعا، يعني مش 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 وليد الصدفه، لا لا يعني الموضوع مصنوع، و يعني وفي حد اللي عامل كده، بس يعني خلاص بقى الكلام بقى ايه يعني، ذكرتهم تعرفوا يعني، يعني تقريبا اه يعني، بس الله يسهل اللي عمل كده يعني. ضعف الحملة دي بعد نجاح المسلسل، يعني خلاص نقدر نقول الحملة دي ما حققتش النجاح المرجو منها، هل ده بيأكد ان السوشيال ميديا ما تعتبرش مقياس نجاح او مقياس فشل؟ هو بص، هو في الاول بيأكد غباء اللي عملوا كده يعني، اللي ضيعوا فلوسهم يعني بدل ما يروحوا يجيبوا حاجة ياكلوها ولا حاجة، ضيعوا فلوسهم ان هم يهاجموا حد ملوش ذنب، غير ان هو مركز في شغله وعايز ينجح وعايز يعمل حاجة كويسة وعايز يعمل حاجة ذات قيمة. في يعني في المقام الثاني، ان السوشيال ميديا مهما حصل لن تغير يعني، يعني مش هتكسر الواقع يعني، مش هتغير الصوره اللي انت شايف حاجه قدام عينك، هي مش هتغيرها لك، مش تقدر تشارك في الكذب بالشكل ده يعني، هي شاركت في الكذب عشان ما فيش هو، بس المشكله انا عندي، انا عاتب على ناس المفروض ان هي بتفهم جريت ورا الترند عشان تاخد شويه لايكات شويه وتاخد شويه فيوز شويه، فابتدت تسف في الموضوع، ابتدت تتريق على سيده فاضله زي دي، ما عندناش منها كتير اصلا، ما عندناش كذا منى زكي، هي منى زكي واحده بس، فان انت تخش تشارك يعني بكل وقاحه وسفاله في ان انت تغلط في حد هو ما عملش حاجه لمجرد ان انت تلم شويه لايكات عشان انت وتبقى دمك خفيف ولذيذ، فدول اللي انا عاتب عليهم. لكن الناس الطيبين العاديين اللي بينساقوا هم كده كده غلابه يعني، طيبين لقوا حد بيقول لك بيشوهوا الاسلام وبتاع مش عارف ايه، والموضوع خد منحى ملوش علاقه خالص من احنا بنقدم عمل فني، فناس طيبين لكن الناس اللي بتفهم بقى دول اللي زعلوني، او المفروض ان هم يفهموا بس هم طلعوا ما فهموش. انت قلت من شويه ان منى زكي كان عندها من الصبر والجلد وقت ما تعرضت للاصابه بتاعتها ان هي كملت، هل كان عندها من الصبر والجلد وقت الهجوم ده؟ هل شفتها متأثرة؟ طبعا لا لا، بص متأثرة دي اكيد طبعا متأثرة يعني، انت لو في نفرين شتموك في الشارع من غير ما انت تكون عامل حاجة هتقطعهم، فتخيل انت في يعني الاف مؤلفة عمالة تشتمك وتخوض في عرضك وتخوض في اسرتك وانت لا ناقة لك ولا جمل ومش قادر حتى ترد عليهم يعني، يعني برضو ما برضو دي آفة السوشيال ميديا، ان انت في حد بيشتمك مستخبي ورا شاشة، مفيش فروسية حتى في الموضوع ان حد يجي يشتمك يقول لك يا خالد انت كذا، ساعتها تتصرف معايا يا سيدي، لو انت عندك القوة ان انت ترد عليه او تعنفه او تضربه او اي حاجة، لكن حد بكل جبن وكل خسة وكل ندالة مستخبي ورا شاشة او تليفون هو اساسا عامل باقة ب 13 قرش، فواحد عمال يشتم في الناس اللي ما عملولوش حاجة يعني، هم عملوا لك ايه؟ مش عاجبينك ما تتفرجش عليهم، لو عملوا حاجة تسألك يا عمي اعمل اللي انت عايزه بس يعني صبرا. لكن انا بقول لك ان انا الناس العوام الطيبين انا مش يعني انا مش واخد عليهم، لان هم ما دي فن صناعه الترند يعني، انت بتعمل فقاعه فالعوام يجروا وراها، ما هو ده الترند، هو الترند عباره عن انت بتكذب كذبه او حتى لو حاجه حقيقيه وبتبروزها فالناس تجري وراها، فالناس العوام الطيبين انا ما اقدرش الومهم، لان هم في ناس بقى اللي هم المفروض عندهم صفحاتهم كبيره وبتاع وانفلونسرز وحاجات وانت الناس بتصدقك، فعشان تبين ان انت يعني عسول ولزوز فتروح كاتب كلمتين يعني تسيء للست دي وتسيء ل 300 واحد شغالين في العمل لمجرد ان انت تجيب شويه لايكات، ده انت وضيع جدا بس، فهي دي الفكره بالنسبه لي. لكن هي كان عندها من الصبر والجلد ان هي تكمل الشغلانه بمنتهى الكفاءه وتحارب وتناضل لغايه ما الشغلانه خرجت للنور ونجحت نجاح لا يعني لا يخفى على احد، الحمد لله رب العالمين. لا قدر الله لو تعرض لهجوم ده في عمل ليه قبل العرض، هل هيكون موقفه ان هو يلتزم الصمت ولا لا انا اصلا ارد بقى ومش بايع على حاجه؟ يعني بص، اصل انا لما الاستاذه منى زكي اتهاجمت انا كان بالنسبه لي ده هجوم شبه شخصي عليا،
ومع ذلك انا كل اللي قلته يعني الكلاب تعوى القافله تسير، وان كل كلب عوى القمطوه حجرا لكان الحجر مثقال بديناري. فانا مش هرد على ناس لمجرد ان هي عماله تشتم وخلاص. انا هم ايه بيشتموا في العمل؟ طب احنا هنعمل العمل ونكمله على اكمل وجه ونعمله بضميرنا، والحكم اللي بيني وبينكم المحتوى اللي هنقدمه بس خلاص. لكن انا لو كل واحد هيشتمك هترد عليه؟ ما انت مش هتعيش مش هتشتغل.